يأتي هذا الشكل النضالي الاحتجاجي من أمام المحكمة الابتدائية بطنجة تزامنا مع مثولي زملائنا وزميلاتنا من أمام المحكمة الابتدائية بالرباط على خلفيات متابعتهم بتهم وهي بحيث أنه تم اعتقال 33 أستاذا وتوبعوا بتهم كيدية صورية. نحن في التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نعتبر هذا المتابعات الصورية هي مجرد آليات تنهجها الدولة للضغط على مناضلي التنسيقية حتى يتراجعوا إلى الخلف. نحن نقول من داخل التنسيقية أن هذه الأساليب وهذه المقاربة الأمنية لن تثنينا عن مواصلة درب النضال والكفاح من أجل المطالبة بحقنا المشروع ألا وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحصين المرفق العمومي. نحن هنا هذه الصبيحة جئنا لنتضامن مع الأساتذة الذين هم متابعون في وضعية سراح مؤقت. كنتمنوا من الله أنهم يطلقون سراحهم لأن المغاربة كلهم يعرفون أن هؤلاء الأساتذة لم يقوموا بشيء سوى الدفاع عن المطلب الملف المطلبي الذي نحن هذه لمدة طويلة ونحن لسنوات ونحن نحاول أن ننتزع حقوقنا المهضومة والجميع يعرفها. نحن نعتقد أن هذا الملف هو أكبر من أي حكومة، لا الحكومة السابقة ولا الحكومة اللاحقة، ومع ذلك فإننا يعني نمد أيدينا البيضاء لأي مكون سياسي قادر على حلحلة هذا الملف والدفع بالحل الذي تطالب به التنسيقية الوطنية ومئة ألف أستاذ وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. نستبشر خيرا لأننا كأساتذة طبعا نحن متفائلون وقد مرت علينا الحكومة السابقة بضياع لحقوقنا ونستبشر خيرا لعل صوتنا هذه المرة يصل ويطوى هذا الملف ونطالب الآن اليوم بالذات إطلاق إخواننا الأساتذة والحكم عليهم بالسراح الدائم يعني والحرية لأنهم كانوا في وضعية المطالبة بحقهم المشروع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.